الجامعة بعيد هناك، ال 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة، نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده أنا عامل لهم شقق دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، أنا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، المانع؟ وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك؟ ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ويبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. أيوة بس الجامعة هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانية ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا، بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك، انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتفضل المشروع ده، مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعه تتورط في صفقه مريبه وحقيره زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقه دي تمت كلنا هنسيب الجامعه، لا للسمساره لا للعمولات لا للفساد. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا لا مرجان لا. لا الحق فضيلة يا دكتور. بعت نفسك، هو ده الإيمان اللي أنت بتدعو ليه؟
ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربية اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتورة بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوة، اشتراك زي ما اشترى كل حاجة في البلد. من فضلك يا دكتورة انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خسارة، كنت فاكراك عندك مبدأ، لكن طلعت ولا حاجة. اتجاهكم مين يا نهى؟ ما تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في حرم الجامعي. يلا امشي من قدام السعادة، امشي امشي امشي. يلا عودة. الجيل الجديد ده مفيش حاجة عاجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان، خير؟ هدية بسيطة كده، حاجة على ما اسمه. بمناسبة ايه؟ أول عاشورة، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب، وجايب لي ايه بقى بمناسبة عاشورة؟ ده طقم ألماس عشان الرقبة الحلوة دي، بدل الفلص اللي أنت لابساها. اسمع يا مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. أنا آخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع بره بره. مرجان، بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفين وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيجي حبيبتي انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنه اولى. برافو، هايل حقيقي هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيجي حبيبتي يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ ايه ده بس، اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد يا ابراهيم، اقعد يا ابراهيم، الكلام اخده وعطى يا حبيبي. اقعد ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد. بس تعليك حاجات، تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضه لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميرة حلوة وتيجي هنا تعيش ملك. وحشة دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيب. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. حضرتك الدكتورة جهان مراد؟ أيوه. الورد ده عشان حضرتك. أنا ورد؟
كل الورد ده كله مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجه؟ هاتلي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضلي يا ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة، مرجان بيحب جان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب.